تخليدا لرمزية الشهيدة دلال المغربي التي قادت عملية كمال عدوان والمعروفة أيضا بعملية الساحل عام 78، نظمت فعالية في ذكرى ميلادها في قاعة دير طريف برام الله. رمزية دلال لنا كشعب فلسطيني المقاومة، يعني دلال هي بنت كانت أقل من 20 سنة، عندها إرادة وقناعة طبعا بالتأكيد، نفذت عملية مع مجموعة من الشباب، وهي العملية طبعا كانت فترتها من أهم العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولفتت العالم لقضيتنا الفلسطينية. نلتقي هنا اليوم في الذكرى 56 لمولد غزالة الأرجوان وحنونة البلاد الشهيدة دلال المغرب. بترحم عليها وبحكي إنه هي قدوتنا، قدوة كل فتاة فلسطينية. دلال عملت اللي كلنا عم نحلم نعمله، طبعا احنا بنفتخر فيها وهي فخرنا كلنا. احنا رح كل سنة رح نحتفل في عيد ميلادها وبذكرى وفاتها كمان، لأنها قدوتنا وإحنا بنقتدي فيها، والله يرحمها يا ربي، وإن شاء الله يا ربي نقدر إحنا نعمل جزء اللي هي عملته لفلسطين. دلال المغربي هي الملهمة، هي بمثابة، هي نستمد منها ومن نضالها ومن تاريخها تلهمنا وتشحننا بالطاقات لنكمل المسيرة ونكمل الطريق من بعدها. فنحن في الجامعات وفي الكليات باسم لجنة أخوات دلال، هذا بحد ذاته أمانة، وهذا بحد ذاته مسؤولية كبيرة على عاتقنا، كوننا نحمل اسم شهيدة بحجم البلاد، الشهيدة دلال المغربي. في يوم مولدها نجدد العهد لها ولروحها، ونقول لها نحن نامي قريرة العين، فنحن سائرون على الدرب، نحن سنكمل المشوار من بعدك حتى تحرير فلسطين، حتى ننال دولة فلسطين حرة مستقلة. الشهيدة دلال المغرب التي رفعت العلم الفلسطيني من قلب فلسطين المحتلة لا يزال جثمانها أسير في الكفن، وفي يوم ميلادها نجدد لها العهد والوفاء، وستبقى الشهيدة دلال المغرب نهجا تسير عليه الأجيال القادمة.